محمود أبو سعدة، عمري 24 سنة، من مواليد مخيم جباليا، بلدة الأصلية يبنى، طبعا بلدة اللي أنا بعتز فيها، اللي صدرت شاب تعب على نفسه بالشكل هذا. الحمد لله أنا يعني من طفولتي محب للرسم، بحب أعرض للناس إيش بحس، بستخدم الرسم كسلاح لمشاعري، كيف أبينها للناس، كيف الناس تشوف أنا إيش بفكر، إلى جانب أنه أنا بفكر كفلسطيني كابن بلدة يبنى، كيف أواجه كل يعني كيف أبين للعالم إيش يعني فلسطيني. فاتبعت في رسمي بشكل عام أسلوب أنه أنا يكون رسماتي خاصة بفلسطيني بشكل عام. في عمر 13 سنة يعني تحديت نفسي أنه أنا بدي أحاول أنه أنا أصل لأسلوب أو أصل لمستوى عالي جداً. أنا يعني كشاب فلسطيني في الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيشه واجهت يعني كتير صعوبات، تحديات كبيرة. أنا حاولت كمحمود أنه أنا أطلع بنفسي أبين للعالم. أنا حاليا يعني بحاول قدر المستطاع أنه أنا أكون شخص فعال في مجتمعي. أوكي، في تحديات كتيرة أنا ممكن أواجهها، لكن أنا كمحمود بحمد ربي يعني شخص محب جدا لبلده، محب جدا للمخيم خصوصا. في دراستي انا الحمد لله يعني في الثانويه كنت انا من المتفوقين، في الاعداديه كنت من المتفوقين، ولي اخو توام انا طبعا، احنا الاثنين كنا يعني نعمل زي جو منافسه ما بين بعض انه احنا مين يتفوق مين يكون اشطر. خلصت توجيهي الثانويه العامه، بعد الثانويه العامه قعدت سنه بسبب الوضع الاقتصادي على اساس انه انا احاول انه انا اشتغل واوفر لجامعتي، والحمد لله انا خلصت سنه ونص في الجامعه، كنت الاول على دفعتي. صار لي تطلعات بعد هيك انه انا بدي اصنع نفسي، بدي اكون نفسي حتى في الوضع الاقتصادي اللي انا بعيشه، بدي اواجه الوضع باي طريقه كانت، وهذا طبعا وضع الشباب اليوم. هو فعليا الداعم الأكبر كان إلي في مسيرتي عائلتي طبعا، وأذكر بالأخص والدتي كانت الداعم الكبير، أنه أوكي محمود اشتغل ما شاء الله شغلك حلو. وأنا طفل كنت أنا أبدع في شغلة بسيطة، أنه أنا أكتب قصة وأحاول أنه أنا أرسم أحداثها. فكانت أمي وأهلي دايما بشكل عام يجيبوا لي الورق ويقعد يقرأ في قصتي بصوت عالي وان هم ينبسطوا ما شاء الله. فهذا يعني انا بشوفه كان السبب الحقيقي انه محمود اهتم في مجال، او خليني اقول لك انه هو السبب الحقيقي في بناية شخصية محمود كفنان. علاقتي مع ابنائي قوية جدا، يعني اي شيء في حياتهم انا مطلعة عليه، يعني انا صديقة باعتبار، وبالذات لمحمود وأخوه الشباب الثلاثة الكبار. أنا اكتشفت موهبة محمود من هو صغير، يعني كان في مرحلة الروضة يرسم شغلات تبين أنه هو أكبر من عمره اللي راسم. فأنا لما اكتشفته اهتميت فيه، كنت أوفر له دفاتر يعني للرسم، ألوان، الأقلام المناسبة، يعني بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي كنت أحاول يعني أوفر له إياها علشان طبعاً أشجعه ويضله مستمر. في المرحلة الابتدائية كان يكتب القصة ويرسمها، يعني كل فقرة كان يكتبها كان يرسمها. هذا كان الإشي طبعاً كتير يسعدني، حسسني أنه في موهبة حقيقية ومن الواجب أنميها. فكان يعبر عن شغلات بتصير معاه في أرض الواقع من خلال الصور القصص ويرسمها. بشوف محمود ابن المخيم الحقيقي، أي شيء أنا ربيته عليه بيصوره عن طريق اللوحات اللي بيقدم الفلسطيني ابن المخيم المقاوم اللي بمر طبعاً بظروف اقتصادية صعبة جداً،
كل أو جميع لوحاته بتمثل هذه الجزئية، مدى تعمقه أو ارتباطه بالقضية الفلسطينية. طبعا أنا كنت سعيدة جدا لأنه ابني عمل معرض داخل المخيم، والمعرض لقى إقبال وحضور يعني ترحيب من سكان المخيم، كانوا سعداء جدا بأنه ابن المخيم يعمل معرض وبينهم، يعني يكون متواجد بينهم، فهذا كان شيء كبير، يعني بيحمل معاني كبيرة بالنسبة للجيران واصحابه والأهل، كلهم كانوا حاضرين وكلهم كانوا مبسوطين. كنت أنا يعني أشوف الفن في كل حاجة موجودة في حياتي، في حياة المخيم، في البساطة اللي إحنا بنعيشها، في اللون الأزرق، في بحرنا بحر غزة. فأنا كانت إلي اطلاع هيك فني للطبيعة، للحياة اللي إحنا فيها. لعمر تقريباً 14 سنة بديت أهتم بشكل أكبر. أنا كنت قبل أرسم ورقة وقلم إشي خفيف، لل 2014 بديت انه انا اهتم بشكل اكبر، اجرب مثلا ارسم لوحه. انا ما كانش في عندي فهم كبير باساسيات الرسم وايش ممكن انا بدي اشتغل، لكن انا اتحديت نفسي، قلت انا محب للرسم، وكنت اشوف يعني رسامين وفنانين بشكل كبير، لوحات عاليه ولوحات بدقه كبيره، فانا لقيت نفسي انه انا لا يا عمي بدي ابدا اصل للمستويات هذه. فصرت أبحث عن نت، أبحث عن ناس ذو خبرة ممكن هو يعطيني مبدئياً أساسيات. بحثت عن دمج الألوان، كيف المسكة الصحيحة للريشة، كيف بدي أشتغل على اللوحة، العناصر كيف بدي أوزعها بشكل حلو على اللوحة. أول شغلة لما بديت أفكر أنه أنا أعمل معرض رسم خاص فيا، أول شغلة فكرت فيها المخيم. أنا ابن المخيم والإبداعات اللي هي صدرت مني صدرت من المخيم، ففكرت أنه أنا بدي أعمل معرض الشخصي الأول داخل المخيم، اللي أنا في المكان اللي أنا بعيشه، في داخل الشارع اللي أنا بعيشه، من الشارع اللي دايماً أنا بعبره وبشوفه وبطلع في ناسه في أصحابه. كان أول شغلة بفكر فيها إنه أنا أشوف افتخار أهل منطقتي وأهل مخيمي فيا. بعد هيك عملت المخيم في مكاني في الشارع، توجهت إنه أنا بدي أكمل مسيرتي في معارضي، نفس اللوحات عرضتها في مكان تاني اللي هو في الكلية اللي كنت أنا أدرس فيها في وقت سابق. اشتغلت على معرض خاص فيا داخلها، وبعد هيك اتطور الإشي لجامعة إنه أنا أعمله داخل الجامعة، وبعدها عملته في مخيم المغازي. طبعاً في مخيم المغازي كان له دور كمان إنه أنا أعرض فيه لوحاتي في معرضي الشخصي. طبعاً معرض الشخصي كان تحت مسمى رسالة سلام 3. طبعا انا يعني من كتر ما بحب بلدي وبحب فلسطين بشكل عام، ما اقتصرتش انه انا حياتي تقتصر على اللوحات الفنيه الخاصه في بلدي والافكار الخاصه في بلدي، لا بالعكس. انا كمحمود انا فنان استعراضي، تعلمت الدبكه من طفولتي لاني انا محب للتراث الفلسطيني. خلال تقريبا وانا عمري 9 سنين تعلمت الدبكه في مركز، وظلتني مستمر معهم فتره طويله لحد ما تمكنت من نفسي، تمكنت من شخصيتي الادائيه، من شخصيتي الاستعراضيه. في تقريبا في 2016 كانت اول فرصه لي انه انا امسك فرقه الدبكه. بشكل عام انا محب لفلسطين من تراثها، من لوحاتها، وانا كمحمود انا فنان فلسطيني بوصل رسالتي بريشتي، بوصل رسالتي باسلوبي واستعراضي.
كان اهتمامي الثاني والأكبر في الدبكة والاستعراض. الدبكة كانت بشكل عام بتعبر عن هويتي أنا كفنان، إن كان تشكيلي أو كان كفنان استعراضي، تمام؟ بشكل عام هي الدبكة من تراثنا الفلسطيني. قدمنا عروض لحفل تخرج، قدمنا عروض لمهرجانات، لأمسيات، لمدارس. هي فعلياً كان في اسم سابق للفرقة، وإحنا غيرنا واشتغلنا على تطوير الفرقة. اليوم إحنا كلاجئين في المخيم حبينا نسمي فرقتنا باسم لاجئ، فرقة لاجئ للفنون الشعبية. هاي الفرقة بتعبر عن الروح الفلسطينية، عن الاستعراض الفلسطيني، عن التراث الفلسطيني. كانت وبقيت وستزال تعمل على إيصال الرسالة الفلسطينية والتراث الفلسطيني للعالم بطريقته الصحيحة وبجمال فلسطين وجمال تراثنا. ذكرين الحركة الأولى اللي عملها تشوفوها؟ طيب تمام، الحركة الأولى من الأغنية أول حاجة بنعملها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2. أوكي، خلينا لحد هنا نوصل بعدين. إحنا فعلياً الفرقة عملت وأسست مجموعة من الأوبريتات الخاصة لفلسطين. هاي الأوبريتات تقريباً جديدة، يعني تجمع ما بين الحداثة والقدام والإشي القديم. فمجموعة إحنا عندنا مجموعة كبيرة من الأفكار، مشكلتها إنه هي الإمكانيات الضعيفة مش قادرة إنه هي توصلنا إنه إحنا نقدمها. في عنا أفكار من سنين مجهزين لها، وعنا مجموعة من الأعمال اللي جاهزة، لكن إمكانياتنا هي اللي موقفانا لحدنا إنه إحنا ما نعرضهاش للعالم، نعرضها للموجودين. 1 2 1 2 3 1.5 1.5. طيب تمام، رسالتي واضحة، هي رسالة فلسطينية بحت، فقط تهتم في القضية الفلسطينية. إن كانت بما يخص موضوع الدبكة والاستعراض، إحنا اليوم بنعبر عن هويتنا الفلسطينية. فإحنا الرسالة اللي إحنا حابين نوصلها، إحنا بصراحة بجد إحنا بنتعب لنصل لهدفنا، وهدفنا هو واحد، إنه إحنا نطلع نمثل فلسطين والجمال الفلسطيني في العالم، ونفرج الناس إيش يعني فلسطين وإيش يعني التراث الفلسطيني والدبكة الفلسطينية. أوكي، هي الإمكانيات ضعيفة، وإحنا حالياً يعني ممكن أنا أجيبهم على البيت نشتغل، أجيبهم في مكان في مكان، في عملية تنقل كبيرة للتدريب، فيش مكان محدد إحنا بنشتغل فيه، لكن إحنا بتنقلاتنا هاي بنثبت إنه إحنا الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني داخلنا، وإحنا شغالين إن إحنا نوصله للعالم. ومش يعني مهما كانت الصعوبات، إحنا راح نضلنا قدر المستطاع نعمل إن إحنا نوصل هاي التراث الفلسطيني والقضية للعالم. زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. عشق المجروح وجوه الروح حماها الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت.